الروح والرحمة من صفات الحق تبارك وتعالى، تفيض من نورهما دعوة ربانية إلى عدم اليأس مهما عظم الكرب وطال البلاء. ولكن ما الفرق بينهما؟ الروح جاءت في القرآن على لسان يعقوب المكلوم بفقد ولده يوسف عليهما السلام، وهو يخاطب بنيه: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي تفسير الماوردي: ولا تيأسوا من روح الله، فيه تأويلان: الأول من فرج الله قاله محمد بن إسحاق، والثاني من رحمة الله قاله قتادة. ونقل الطبري قول ابن زيد: من فرج الله يفرج عنكم الغم الذي أنتم فيه. والروح لغة الراحة والرحمة، والروح السرور والفرح ونسيم الريح، يقال يوم روح طيب الريح، ويكنى بها عن تنفيس الكرب. ومعنى روح الله تنفيس الله تعالى كربات عباده. أما الرحمة فهي الرقة والتعطف، ومعنى رحمة الله عطف الله تعالى على عباده. وفي كتابه الكريم بين الله تعالى أن رحمته لا تزول أبدا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. آثار رحمته تجلت في الخليقة جمعاء، ولشدة رأفته سبحانه بعباده سبقت رحمته غضبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.